واشنطن تلقت طلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي لمساعدته على مغادرة الرياض في أقرب وقت ممكن. فلنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية مساء الثلاثاء عن تلقي واشنطن طلبا من الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي المقيم منذ نحو 6 سنوات. يتضمن الطلب مساعدة واشنطن للرئيس هادي على مغادرة الأراضي السعودية في أقرب وقت ممكن. وذكرت المصادر إن مسؤولا قطري رفيع سلم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموني ليندر كينغ يوم أمس في الدوحة رسالتين بذات الخصوص. ولفتت المصادر إلى أن رسالة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وممهورة بتوقيع الرئيس هادي موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن وأخرى اسم الحكومة اليمنية صادر عن وزارة الخارجية اليمنية وموجهة للحكومة والخارجية الأمريكية. وضحت المصادر أن الرئيس اليمني وخارجية حكومته تقدموا بطلب العون والمساعدة من الرئيس والحكومة الأمريكية لمساعدة الرئيس هادي ونائبه وطاقمه الاستشاري على مغادرة الرياض والانتقال إلى الجمهورية التركية حليف واشنطن في النيتا. وأكدت رسالتي الرئاسة والحكومة اليمنية على التنسيق مع أنقرة وعن موافقة وترحيب الرئيس رجب طيب أردوغان والقيادة التركية بالرئيس اليمني وطاقمه الاستشاري والإداري. يشار إلى عددا من مستشاري الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وعددا من نواب ورؤساء حكومته ووزراء مقربين من الرئيس اليمني كانوا يتحدثون في السنوات الماضية عن منع السلطات السعودية للرئيس هادي لمغادرة أراضيها وذهبوا في تصريحات علنية إلى أن السلطات السعودية تضع الرئيس اليمني قيد الإقامة الجبرية وأنه رهن الاعتقال في الرياض. وعلى مدى السنوات الماضية التي ترافقت من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي عرف بدعمه الواسع للقيادة السعودية وخاصة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.